يا استاذ احمد، اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا فندم، ازيك ازيك؟ ربنا يصبركم، زي ما بقول دائما مع الشهداء نتقبل التهاني ولا نتقبل التعازي او لا نقدم التعازي. قول لي تعاملتوا ازاي مع حالة اختفاء شقيقك في منذ العملية الإرهابية في كمين الصفا؟ والله يا فندم احنا طلبتنا الاتصال من واحد زميله اللي هو كان مسلمه الكمين قبلها على طول، فهو سلمه الكمين وبعد بنص ساعة حصل التفجير، فاحنا عرفنا اتصل بينا يسألنا على أرقام تليفونه عشان يعرف يطمن، لأن طبعا كان الوضع هناك في ضرب نار شغال متواصل، فعلى ما عرفنا ان هو يعني حتى يتصل وعرفنا اتصلنا بيهم وقمنا بالاتصال بسينا طبعا بالمديرية الأمن هناك. كان على ما الصبح يعني كان بالليل المغرب، على ما كده تاني يوم الصبح كانوا هم حصروا يعني الشهداء وحصروا المصابين وحصروا الاثنين مفقودين. فاحنا قعدنا يعني طبعا على نار على اعصابنا شويه فتره، كام يوم، يوم او اثنين او ثلاثه، لحد ما الوزاره كلمتنا وقابلنا السيد اللي هو ابو بكر عبد الكريم، كان متحدث السابق لوزاره الداخليه، واكد لنا ان محمد كان في الكمين هو المجند مجدي، وقابلت حتى والدته كانت هناك، كان في تواصل بيني وبين اخوات المجند مجدي، اخوها هيثم وعمرو ووالدتهم، وقابلناهم في الوزاره، فهم ما كانوش عارفين حاجه برضو كانوا تايهين، فانا كلمتهم تواصلنا مع بعض وخدتهم معايا ورحنا قابل الوزاره، قابلنا الست اللي هو ابو بكر، فقلنا له احنا عايزين نعرف ايه حقيقه الوضع، فطبعا قال لنا هم كانوا موجودين ومضمونين في الكمين ومستلمين وحصل التفجير، بس احنا مش عارفين موقع ايه دلوقتي ولا ايه اللي حصل بالظبط، وجاري عمليه البحث في سينا كان في نطاق ضيق وقعد يكبر لحد ما يعني في خلال طيب سينا اللي لما داعش بقى بثت مشاهد الامس، ازاي تعاملتوا معاها يا استاذ؟ اكيد طبعا الموضوع يعني وجع قلوبنا كتير، احنا قلوبنا اتوجعت من المنظر اللي شفناه، بس احنا فخورين بابننا وعارفين ان محمد راجل ومحمد يعني مؤمن وموحد بالله، هو كان بقى له 3 سنين معروف فيها في الشيخ زويد واحد العريش، فالعريش كانت امن شويه، بس لله ما اعطى ولا ما اخذ طبعا، وكل شيء قدر، كل شيء قدر، يعني هو كان قعد سنه ومسافر اخر مره كان رايح يمد سنه تانية، وجاله اسكندريه وراح يمد سنه رايح تانية، يمد عمل سنه تانية، رايح يمد سنه تانية، احنا قلنا له كفايه علينا كده، احنا اعصابنا تعبت، هو قال لنا هو عنده اسره؟ انا اخوه الكبير وعنده اختين بنات، والدي عقيد جيش متوفي كان محاربين لا كلها. هو ما تزوجش؟ لا. طيب قول لي تحملتوا تشوفوا المشاهد اللي بثتها؟ والله انا حاولت امنع، ما تسمي نفسها ولايه سينا في كتائب بيت المقدس التي بايعت تنظيم داعش؟ وزاره الداخليه بتابع معاهم، يعني هو بيتابعوا معانا من ساعه الموضوع ده ما حصل، وبيكلمونا في الاسبوع اكتر من مره يعني كتير، يعني واحنا بنتابعوا معاهم ورحنا الوزاره كذا مره، اكتر مره قابلنا السيد الوزير، بس ما فيش معلومه كانت مؤكده، وكان في عمليه بحث بس ما كانش في معلومه مؤكده بالمكان التواجد، حتى يعني لو كان في معلومه اتغير المكان بعد كده، وفي اخر مده ما كناش نعرف اي حاجه طبعا. لا انتوا الاسره شفتوا الفيديو اللي بثته؟ انا اللي شفته، انا شفته حضرتك طبعا. هل ده اخوك بالفعل؟ اخويا طبعا. انا شفت صوره اخويا، بس احنا مستنيين يعني احنا يعني طبعا اتصلنا بالوزاره وبنشيتهم ان هم برجاء سرعه التحقيق في الموضوع والفصل فيه، علشان احنا قاعدين طبعا، انا عيلتي من البحيره واحنا قاعدين بقى لنا مثلا من ساعه الموضوع من امبارح مش عارفين يعني ما يعني نتقبل التعازي، فاحنا بنشيط من سرعه الفصل في الموضوع والبت فيه بالصحه والبطلاق، احنا طبعا شفنا بعينينا. طيب هل ايضا وانتم قلوبنا نكره، قلوبنا بتنكر الموضوع ده، وقلنا طبعا احنا شفنا يعني انت عينيك شافت ده لكن قلبك بينكره يعني؟ احنا طبعا مش قلوبنا مش قادره تتقبل هذا المنظر، بس انا منعت طبعا اخواتي والامي، فانا بنشيط الوزاره انها على الفيديو ده يتشال، لان طبعا الموضوع مؤلم جدا ومفيش ام تقدر تستحمل ولا اخ ولا اخت حتى ان هو يستحمل ان هو يشوف هذا المنظر طبعا. واحنا يعني زي ما انت شايف يعني في قاعده نطبقها جميعا بعدم نشر هذه الفيديوهات، وان شاء الله يعني كمان وزاره الداخليه تتخذ من الاجراءات المتعلقه بالوسائل الإلكترونية لمقاومة ده على الإنترنت يعني. طيب أكيد، وإحنا طبعا من الأول إحنا متقبلين أي شيء ربنا بيجيبه، كل اللي ربنا بيجيبه كويس،
وهو نفسه كان بيتمنى يعني. كنت حزين طبعا ايضا لما كنت بتتابعه مع المجند مجدي ابو عماشه، كانوا بيقولوا لكم على غضبهم يعني من انه ازاي يتعاملوا مع المختفي على انه وكانه هارب مع هذه الجماعات الارهابيه. يا فندم هو ده يعني معلش يعني مثال سيء مثلا لواحد مسؤول او كده، بس مش كله يعني. احنا الوزاره اكدت لنا من الاول ان احنا هو اخوكم ماضي في الكمين وموجود ومختطف، وحتى يعني كان في معلومات سريه راحوا لنا ببعض المعلومات علشان ياكدوا لنا ويطمنونا على اخونا. طبعا مش حاجه تطمننا لحد دلوقتي يعني، احنا مش وضع مطمن، بس على الاقل ان هو يعني برضه احنا عارفين وضع اخونا كويس من الاول الحمد لله. احنا اخونا لا ذره غبار عليه ومعروف من كل حته، ومجدي برضه معروف. هو اذا كان مثل سيء لحاكم او لشخص مسؤول فده شخص واحد، والوزاره نفسها يعني هم كنا هناك انا والدة المجند مجدي حكتهم على اللي حصل من اتصلوا بمساعد وزير على طول هناك وقائد الكتيبه بتاعته وقالوا ان هم يتخذوا معاهم اجراءات، لان طيب ده انا اللي عملوا ده واستنكروا الفعل اللي هم الرد اللي ترد السخيف اللي ترد ده طبعا. فلا بس احنا بقى يعني احنا طبعا من الاول الحمد لله احنا ما عندناش ذره شك، هو اخويا معروف وسمعته معروفه والبلد كلها تعرفه يعني. الفيس حضرتك لو دخلت او اي حاجه معروف اخويا من اطيب القلوب اللي ممكن حضرتك تتعامل معاه. طيب انا بتوجه لك بالشكر. في كل الاحوال يجب الاسراع من قبل الاجهزه الامنيه بتحليل وتحقيق ما بثته من تطلق على نفسها ولاية سيناء التابعة لكتائب بيت المقدس التي بايعت تنظيم داعش، من مشاهد دموية فيها إعدام للمجند مجدي أبو عماشة والضابط محمد القلاوي، ويتم توصيل